وللوقوف على آخر تطورات الانتخابات الأمريكية قبل ساعات من إعلان اسم الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية، ينضم إلينا كامل الحساني رئيس المكتب أو المركز الوطني للبحوث والدراسات عبر الهاتف من واشنطن. أهلا بك سيد كامل، بداية مع الساعات الأخيرة للتصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كيف ترى إقبال النائب الأمريكي على الإدلاء بصوته في هذه الانتخابات التي صاحبها الكثير من الجدل بين كلا المرشحين؟ والله هذه الانتخابات غير مسبوقة، يعني اللي صوتوا بالتصويت المبكر تجاوزوا 100 مليون، ويتوقعون اللي يحضرون التصويت الشخصي يعني العدد يتجاوز 160 مليون، وهذه لم تسبق في كل الانتخابات الأمريكية. نعم. وكل متوقع هذا الرقم، لأن هناك شد بين الطرفين والكل متوجه للانتخابات. نعم نعم. حتى يدلوا بأصواتهم وحتى يقدموا وجهة نظرهم بالنسبة للإدارة الأمريكية القادمة. نعم، طيب سيد كامل، قد تكون استطلاعات الرأي خادعة كما كانت في الانتخابات السابقة، لكن كيف كان آخر استطلاع للرأي بحسب ما يتوفر لديكم من معلومات، خصوصا وفي ظل تفاؤل كبير لترامب بحسب آخر تصريح له؟ تفضل. التفاؤل الرئيس ترامب هذا منطقي ومقبول كونه متنافس، ولكنه الاستطلاعات العامة من الإعلام الوطني كلها تشير بتقدم نائب الرئيس السابق سيد بايدن عليه، ولكنهم يعني ما عندهم الثقة حتى يستعجلون بتقديم النتائج أو المواقف على النتائج الانتخابية. نعم. التجربة اللي مروا بها بالانتخابات السابقة مع السيدة هيلاري كلينتون. نعم. سيد كامل، بحسب المعلومات فإن القيادة السيبرانية الأمريكية حاليا في حالة تأهب قصوى بحسب تصريحات أمريكية، وذلك تحسبا لهجمات إلكترونية في يوم الانتخابات من المحتمل وقوعها. هل هذه المخاوف حقيقية وواقعية لدى المرشحين، لا سيما وأن ترامب لمح لاحتمال تزوير الانتخابات، خصوصا إذا ما كانت نتائجها بخلاف توقعاته؟ لا أعتقد أنه الرأي العام وحتى الإعلام الوطني ينشغل بهذا الموضوع. نعم. خاصة وأن الأجهزة الأمنية والمخابراتية وحتى الجيش الأمريكي مستعد لهذه الهجمات، وأعلن قبل فترة بأنهم قد واجهوا مثل هذه المحاولات. والرأي العام الأمريكي مشغول بخطاب المتنافسين وبنتائج الانتخابات أكثر مما هو ينشغل بقضايا تخص التدخلات الأجنبية. نعم، لكن هناك مقاطع فيديو مرسلة من عدد من الولايات ولا سيما واشنطن ترسم صورة مرعبة لاحتمالات وقوع أعمال شغب. إلى أي مدى يتخوف المواطن الأمريكي من احتمال وقوع أعمال شغب فعلية في غضون الأيام القليلة المقبلة؟ هل هذا وارد؟ ربما يكون وارد بأماكن محدودة، ولكن بشكل عام الدوائر الأمنية هنا في واشنطن القليل أنا مراقب وقريب منها ما عندها ثقة أو ما عندها معلومات موثوقة بأن هناك هجمات من مجموعات متمردة، الشوارعيون والهومليس وغيرهم، ولكن تحسبا من المراكز التجارية نعم أجرت بعض التحفظات والحصانات، ومنها حتى البيت الأبيض يعني ارتفعت هنالك جدار حول البيت الأبيض من محاولات من بعض الشباب أو المتمردين المشاغبين. لكن سيد كامل، يعني بما تفسر شراء الكثير من الأمريكيين كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، خصوصا خلال الأيام أو خلال اليومين الماضيين بحسب تقارير متعددة؟ لا أظن هذه التقارير يعني معقولة، لأنه الدعم
دوائر الFBI والدوائر الأمنية الأخرى نعم لم تستشعر بوجود توجه لشراء أسلحة يعني سواء بسيطة أو متوسطة من أي مجموعات معروفة بتمردها. هذا اللي احنا نتابع هنا بالأخبار. نعم. إلى السؤال الأخير سيد كامل الحساني، يعني المرشح الديمقراطي جو بايدن حضر منصة بمدينة ويلمينغتون بولاية ديلاور ليلقي منها خطاب النصر بعد إعلان النتائج الأولية. السؤال هنا، هل ترى أن ثقة بايدن في وصوله إلى البيت الأبيض في محلها وأنت مراقب للوضع بشكل جيد؟ تفضل. نعم، أنا يعني أستشعر بأنه التوجه العام والرأي العام وكل الإعلام الوطني يؤكد بأنه هنالك فوز قريب للسيد بايدن بعد كل هذه الاستطلاعات وخطابه المتوجه نحو المحبة والثقة والأمل وغريمة منافسة السيد رئيس ترامب اللي متوجه نحو الشوشرة بمواضيع وخصومات بخصوص الانتخابات ونتائجها. فأعتقد يعني تفضل السيد بايدن في محله في تقديري الشخصي. نعم، يعني في إطار الحديث عن الانتخابات وطموحات كل من جو بايدن ودونالد ترامب، إذا ما أردنا أن نقرب الصورة بشكل أكثر إيضاحا للمتلقي العراقي والمتلقين في كل مكان، أي من الطرفين يرجح أن يكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بحسب متابعتكم وتحليلكم لطبيعة الانتخابات الجارية حاليا؟ يعني مثل ما ذكرت أنه المرجح أنه السيد بايدن سيفوز بالانتخابات والديمقراطيين سيعودوا بقوة إلى حتى الكونغرس وإلى المجلس الشيوخ. هذا هو التوجه، وهم الجمهوريون يعني يستشعرون بهذا الموضوع، ولهذا وجهوا كثير من التعليقات حول تصرفات الرئيس وخاصة استعجاله بإعلان النتائج أو إثارة مجموعة من الخصومات والطعون القانونية بعد إكمال التصويت. نعم، من واشنطن كنت معنا عبر الهاتف رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني، شكرا جزيلا لك.